صباح الخير لكم أصدقائنا المشاهدين. المحطة هلأ مع الأبراج. البداية بتكون مع الحمل. اليوم عم تنسى همومك أو عم بتحاول تنسى همومك وتطلع لقدام، ما تطلع لورا وتفكر مليا بكل المستجدات دون أي خوف أو تردد. إلى الثور يقاتل في سبيل من يحب. اليوم الثور هو المدافع الأول عن الحبيب يلي بتربطه معه علاقة عاطفية متينة. اليوم ما تخلي حدا يوشوشك أو يقلك شي مش صاير عن الحبيب وتاخد عنه فكرة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. إلى الجوزاء عم بحط كل تقله ليتقدم بالعمل، وفينا نقلك أنه ابتداء من اليوم عندك نقلة نوعية قد تتكلل بالنجاح. ممكن انتقال من مكان إلى آخر، ممكن عمل خارج البلاد، ولكن أكيد طريق بلش تضوي قدامك وأنت مرتاح كتير. السرطان ما كتير اليوم تزيد الهموم وتزيد الطين بلة مثل ما بيقولوا. اليوم خد وقتك بالتحليل والتعليل وحاول تاخد القرار المفصلي المناسب يلي ما ممكن تتحسب عليه بالمستقبل. الأسد صباح الخير. قدامك اليوم خيارات، عليك تختار الأفضل والأنسب، ما تتسرع وما تكون متهور. فكر مليا بكل المستجدات قبل القيام بأي خطوة قد تعد مفصلية. وإلى العذراء، كتير متضايق من حسن سير الأمور داخل المحيط العملي لأنه مش هذا الشيء اللي بده إياه بمحيط العمل، وحاسس أنه هو بيشتغل كتير وبعده ما كان كروح لا تقدم يذكر، وهيدا الأمر متعبه كتير لصديقنا العذراء اليوم. وإلى الميزان، يجدد الإيمان بالذات وينطلق، ما عم بيشوف حده حدا لأنه هو رح ينطلق بانطلاقة بناءة وحاطت قدام عيونه عدة أهداف بده يحاول يحققهم شوي شوي ابتداء من الصباح الباكر. وإلى العقرب، ما حدا يفكر أنه العقرب استسلم أو رمي سلاحه. العقرب اليوم عم بيحاول ينجز، عم بيحاول يحقق، عم بيحاول يكون ناجح بالمكان المزبوط اللي لازم هو يكون فيه. فنحن بنرفع لك القبعة ومنقول لك برافو عليك. القوس حزين ومنطوي على الذات وبيعتبر أنه كل الأمور يلي قام فيها مش هيدا الشيء اللي بده اياه، حس وكانه هناك تراجع كبير الى الوراء، وهذا الامر بيخلق منه انسان معصب على مختلف الجبهات. جدي يقرر ويفعل، مش بس بيحكي بيقول بدي اعمل، لا بيقرر وبيفعل. واليوم مضامينك رح تكون ايجابيه الى اقصى الدرجات، ما تخاف وما تتردد وتابع بوتيره تصاعديه. نصل إلى الدلو يلي اليوم منور، إن كان بلقائه بظرفه بحضوره بجاذبيته، وقادر يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب. نحن بنرفع لك القبعة ومنقول لك برافو عليك. وختامة مع الحوت الطموح يلي ما في شي بيوقفه اليوم، حابب أنه يحقق طموحه. برافو أنه ما عم بتكبر الهدف، بتحط هدف صغير بتحققه ترجع بتطلع إلى هدف أكبر. نوصل لمولود اليوم حنون ورؤوف، صاحب أفكار جديدة، دايما عنده قدرة على عمل عدة أعمال بوقت واحد. من سلبياته يقال أنه متسلط بعض الشيء، من إيجابياته لذيذ. وهالسنة سنة المعطيات جديدة، تحياتنا لكل مواليد اليوم. ناديا جاية من اللغة السلافية وبتعني الأمل. ناديا مرشحة للشهرة ولتبوق مناصب مهمة، كثيرا ما تكون مزاجية، ولكن ناديا منفتحة على الآخرين، اجتماعية، بتجاهد لتوصل بالحياة، عندها عزة نفس كتير كبيرة، كرامتها غالية كتير على قلبها، وأحلامها كبيرة وطموحها أكبر. تحياتنا لكل ناديا عم بتتبعنا. هيدا كل شيء أصدقائنا المشاهدين، إلى اللقاء.